إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام، نحن على موعد مع درس ضمن دروس السيرة النبوية المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وموعدنا في هذا اليوم مع الدرس 22، وهو يتعلق بمرحلة الصلح أو بداية الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذي عقد في صلح الحديبية. وكان عمر هذا الصلح أو هذا الاتفاق 10 سنوات، إلا أن قريش نقضته بعد مرور 2 تقريبا. ففي 6 من هذا الصلح، والذي استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك قريش، لأن قريش بعد معركة بدر توقفت رحلتها إلى الشام، وكان لقريش رحلتان في السنة للاتجار والتبضع، إحداها في الصيف إلى الشام والثانية في الشتاء إلى اليمن. فبعد اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم لعير أبي سفيان في 2 توقفت هذه التجارة. فلما عقد الصلح استثمروا هذا الصلح وهذا إيقاف القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، فخرجت عير إلى الشام من قريش تتكون من 30 أو 20 رجلاً على اختلاف الروايات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المدة أرسل رسائل إلى ملوك الأرض، ومنهم هرقل ملك الروم. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في مطلع صحيحه قصة هذه الرسالة وما اقترن بها، فهو حدث في شكله صغير، مجرد رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الناس وقرأت هذه الرسالة، لكن الواقع أن هذا الحدث في مضمونه وفي دلالته وفي أثره كبير، وكبير جدا، وفيه دروس وفوائد تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخصائص رسالته. فروى البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب، وكان على الشرك في ذلك الوقت، أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يقصد بها فترة الصلح التي ذكرتها قبل قليل. فأتوه وهم بإيلياء، وإيلياء هي بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه
وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال، وكما تعرفون الترجمان هو الذي يفسر أو يبلغ من لغة إلى لغة أخرى، فلديه القدرة في فهم اللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الرومية والعكس كذلك. ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ ذكر ابن حجر رحمه الله أن عدتهم فوق العشرة، فسألهم هرقل: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، لأن أبا سفيان من بني عبد شمس ابن عبد مناف، فعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم أو جد جده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فجده الثاني هو عبد مناف، له أربعة أبناء، أحدهم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني المطلب، والثالث عبد شمس. فأبو سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فكان أقرب القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني، يعني قربوه، وقربوا أصحابه فاجعلوهم خلف ظهره، يعني اجعلوه في المقدمة واجعلوهم خلف ظهره لسبب سيذكره الآن. ثم قال لي ترجمانه: قل لهم، يعني قل لأصحابه الذين يجلسون خلفه، إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني اللي هو أبو سفيان فكذبوه، يكفي أن تشيروا أن تقولوا لا هذا المعلومة خاطئة بأيديكم، لأنهم خلفه ولا يستطيع أن يغمز لهم بأن يتواطؤوا معه على الكذب. لكن أبا سفيان عنده القدرة على تجاوز هذا الأمر الذي رمى إليه هرقل، قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لأنه عارف أن جامع العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم تجعلهم لا يكذبونه، بل سيسمحون له أن يكذب ما دام أنه في مصلحة قريش هذا الكذب، لكن هو خشي أن يعير بهذا الكذب. وفي هذا دلالة على أن الصدق كانت قيمة وخلق حتى عند أهل الجاهلية، والمسلمين من باب أولى. يقول: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. وجد أبو سفيان فرصة، لأنه كل الأسئلة التي مضت ما وجد مجال يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: لا، ونحن في مدة
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني هل سيلتزم بهذا الصلح وهذا العهد أم سيغدر؟ قال: ولم تمكنني، يقول أبو سفيان، ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، ما استطعت. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم له إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، أو ينال منا وننال منه، وهذا هو الواقع. فهو هزمهم في بدر وهزموه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وأما غزوة الخندق فظاهريا أنه لم يكن فيها منتصر أو مهزوم، وإن كان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة. وهذه جاءت بعد غزوة الخندق، هذه الحادثة. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان، الآن هو سأل واستمع للإجابات، الآن سيعطي نتائج وتحليل لهذه الإجابات. انظروا هذا الكافر كيف استطاع أن يشخص أو أن يحلل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته في هذه الأسئلة التي تجاوزت 10 أسئلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، يدعي أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. وسألتك: أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن أم ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وفعلا الذين اتبعوا، أكثر الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كانوا من ضعفاء الصحابة، ولذا نالهم ما نالهم، وهاجر بعضهم إلى الحبشة في أثناء العصر المكي، وما كانوا يجاهرون بدينهم ولا بصلاتهم ولا بتلاوتهم للقرآن، بل كانوا يختفون خوفا من بطش قريش. يقول: وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. لاحظ كيف، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يعني إذا بدأ الإيمان وخالج القلوب فإن هذه الأنفس تثبت ما تتردد. ولذا إذا حصل ردة أو رجوع أو نكوص أو انتكاسة فاعرف أن في هذا الإيمان هشاشة وضعف، أما الإيمان الراسخ فإنه بإذن الله يحمي صاحبه بعد حفظ الله وتوفيقه. يقول: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان، لاحظوا كيف، إن كانت هذه الأوصاف، انظروا ما النتيجة المتوقعة، فإن كان ما تقول حقا، إن كان هذا اللي تقول الصدق فعلا موافق للحقيقة، فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال ترى ملكه، يبي يملك حتى الشام التي تحت قدمي
وهي أعظم دولة في ذلك الوقت، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، لأنهم كانوا يحتقرون العرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه تقدير وتعظيم واحترام. ولو كنت عنده، أنتم الآن تقاتلونه وتؤذونه وتكيدون له، ولو كنت عنده، لاحظوا هذا الملك، ملك أعظم دولة في ذلك الوقت، يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إثم قومك، لأنك أنت الذي ستصدهم عن هذا الدين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، كان عنده الأحبار والرهبان والقادة، يقول فكثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا حتى لا نلاحظ ما يحصل، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة، وأبو كبشة هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بهذا الوصف احتقارا وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمر أمر بن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل أسقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته، يعني جلسائه وأعوانه، قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء، كان كاهنا ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، لأن الروم ما كانوا يختتنون، الذين كانوا يختتنون هم العرب، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، وكتب إلى مدائن ملكك، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية اللي هي روما الآن المعروفة، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، يعني في حصن أو مكان مغلق، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الرسالة أسلم تسلم، ولذا لو أسلم لسلم وسلم ملكه. فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.